سلام حبوبات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت ندرك معكم طريقتي في تحضير السلق. نبدأ على بركة الله. المكونات اللي نحتاجهم، انا عندي هنا السلق، راني غسلته وقطعته كما راكم تلاحظوا، راني دايرته يقطر. دوك نديرو اي فور. عندي طماطيش مرحية، وهنا كما راكم تلاحظوا من فوق راني درت لها ثوم غبرة. عندي هنا فلفل اسود، عندي هنا درسة، عندي هنا فورماج رابي. دوك انا ندير السلقة تاعي فور، بعد نعاود نرجع لكم. هاوليكم السلقة تاعي بعد ما فار. انا هنا دوك ناخذ مقلة ندير فيها الزيت وندير السلقة تاعي يتقلى فيها ونضيف المكونات. دوك ندير المقلة فيها الزيت وذاك ونرجع. هنا هاني درت المقلة ودرت الزيت يسخن. دوك نضيف السلقة تاعي ونرجع. هاني ضفت السلقة تاعي. دوك نضيف له الطماطيش اللي رحيتها. انا خديت جوج حبات صغار تاع طماطيش رحيتهم بالميكسر. وهنا انا ما كانش عندي ثوم تاع السنات، درت استعملت ثوم عفوا تاع الغبره كما راكم تلاحظوا. هاي صلصه الطماطم تاعي فيها الغبره. هاوليكم هنا بعد ما ضفت الطماطم تاعي اللي كنت رحيتها، دوك نضيف له التوابل، فلفل اسود ودرسه ورشه من الملح. انا مش حنكثر بزاف الملح باسكو حندير الفرماج. هاوليكم السلقه تاعي هنا صار جاهز. تحبي الطول ديري له الفرماج، انا هنا راح ندير له البيض وندير له الفرماج ونعاود نلتقي معكم. هاني ضفت لها البيض، دوك نحطها نحط نعاود نرجعها على النار باش ينشف شويه البيض ونضيف الفرماج ونرجع لكم. ها بعد ما نشف شويه البيض هاني ضفت لها الفرماج رابي. دوك نوسيها بالمغرفة باش يذوب الفرماج ونوريكم صحن التقديم. هاوليكم شكله النهائي في طبق التقديم. هنا انا زينته بشوية فرماج رابي، هكذا يقدروا ياكلوه الجميع الاولاد والكبار. نتمنى تجربوه وتعطوني ارائكم. اليوم في الاخير الى الملتقى ان شاء الله.